وبنرجع مره تانية مع حضراتكم ومطبخنا. شفتوا لازم تحبونا، احنا كل يوم عندنا مطبخ اليومين دول بس عشان تعرفوا. واللي منورانا النهارده هناء عزت، وهناء عامله لنا حاجه جديده، يعني كفته بس بشكل مختلف. مش هفتكس، سيبها هي اللي تشرح. انا وسهلا بيك. انا نورتي حضرتك. الحمد لله ربنا يخليك. ازيك يا هناء؟ منورانا. الحمد لله. واحنا طبعا بنعمل مطبخ كل ما تيسر، كل ما يكون عندنا بس حلو يعني بنعمل مطبخ. وانا ومفيده لابسين احنا النهارده ابيض. انا لابسه مصري، انا ابيض، الابيض بتاعي مصري 100%. من غير من غير ترتيب. جت جت كده جت كده. ما هي انا اتفاجئت وانا داخل بقول لك صباح الخير. الصدفه دايما احسن. قولي لنا بقى هناء، كفتتك اسمها كفته ايه؟ اسمها اللي هي كفته اللي هي بالصوص الجريفي اللي هي اللون البني شويه. اللي هو اسمه ايه؟ اللي هي بالمشروم. براون صوص. براون صوص. اوكي اوكي. براون صوص طبعا في اللي بيعملوها بكريمه، وفي بيعملوها داوود باشا بالصلصه يعني بصي فيها كل انا بحب داوود باشا. يعني هي بتتعمل على كل حاجه يعني. فاحنا هنعمل اكله اقتصاديه صغيره. بسيطه قوي، بس هو حجم اللحمه المفروض قليله جدا، بس ما شاء الله لما هتتعمل هتبقى بتكفي كذا فرد يعني. اوكي. اوكي. جبنه يعني اللحمه قد ايه؟ قد ايه لحمه؟ ده نص كيلو. نص كيلو لحمه مفرومه. وممكن اعملها بربع كيلو كمان. طب يعني ممكن ربع كيلو كمان تديني، بصي تديني عدد على اساس اللي انت اللي طب هتضيفي عليه ايه عشان تخليها كبيره كده؟ هنضيف عليه بصل، بصله صغيره ومشروم. طبعا. المشروم ده في الاخر في الصوص بتاعه. ايوه بس هيدي طبعا كمية. هو هيبقى هيتجانس مع الصوص بتاعه. هحط ملح. اوكي. حط فلفل. اوكي. في بهارات. اوكي. كده دي كان جنزبيل بس. وهفضل ادعكهم واحط معلقه بقسماط عليها عشان تمسك بعضها. اديها معلقه بقسماط. ماشي. هتديني برضو ترمي كميه حلوه يعني. وتكوريها وهن طبعا هنجنسهم مع بعض ونكورهم في الاخر. ممكن احط عليها بقدونس. ممكن اضيف عليها بطاطس. ممكن كمان احط عليها بطاطس. لو عايزه يعني تبقى اضافات. لو احنا افراد كتير هل ممكن احط بطاطس؟ البطاطس طبعا بتخلي طعمها احلى. واحط المشروم. هي مش حكايه طعمها احلى، هي هتدي لك تست غير موفره طبعا. لان هترمي معاكي جامد بالزبط. وفي نفس الوقت هتديكي طعم تاني غير اللحمه نفسها بس لوحدها. وتبقى حاجه حلوه يعني. مثلا انا كده خلاص عملت، واحط كمان بابريكا معاها عشان تديها برضو طعم اكتر. طب اما بقى الصوص بقى، انا احط لك بقى البتاعه دي عشان نحط الصوص. هنحط مكعب زبده عشان نشوح فيها الكور دي. اوكي. اهي. وناخد شويه زيت عشان الزبده ما تتحرقش برضو. اوكي. وتحطي حبه زيت. ماشي. بس كده. اوكي. حبه كمان عشان تبقى انت حبيت الاكل او اتعلمت الطبخ بعد الجواز مضطره ولا قبل الجواز؟ لا بعد الجواز. يا اختي صراحه هو دايما الجواز. متجوزه بقالي 30 سنه ما شاء الله. لا 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 30 سنه وانا عايشه في المطبخ. ما بطلعش بره خالص. ليه هو حبيته؟ لا حبيت المطبخ يعني. انت من اول ما اتجوزتي انت واقفه في المطبخ؟ واقفه في المطبخ على طول والله. ما بطلع منه خالص. ليكي ليه ولعيالك؟ للبيت وللولاد وللعزايم وكل حاجه. العزايم ليه؟ هو استثمر حبك للمطبخ بقى فبيعزم على حس ان انت شاطره بالظبط كده. وبعدين عايزه اقول لك انا كل اللي كان بيجي لي كان بيبقى معجب جدا بالاكل. فانت حبيتي؟ حبيت. طب اسالك سؤال يعني، انت اول ما اتجوزتي ما كنتش بتعرفي تطبخي وتعلمتي في بيت جوزك ولا مامتك كانت شاطره وعلمتك؟ لا والله بصي اتعلمت في بيت جوزي طبعا، وكان كل حد شاطر اعرفه كنت اخد منه معلومه. دي بتتعمل ازاي؟ كنت اعرف. وبعدين ربنا يخلي النت طبعا اللي ما خلاش حاجه. ايوه بس انت تلميذه مجتهده وشاطره وبعدين بقيتي مبدعه. الحمد لله. بس احنا من 30 سنه ما كانش في نت، فكنتي اكيد شاطره بقى في المحاشي وفي صح كده؟ طبعا. وفي الحمام وفي الاكل بتاعنا. الشاطر دايما بيبقى شاطر في كل حاجه. يعني صح. عندك والخايب عندك العزيمه انك تتعلمي هتتعلمي. لو عندك العزيمه هتتعلمي العزيمه مهمه. يعني في ناس بتحب الاكل لكن ما بتحبش تقف في المطبخ. اموت فيه بس صح. دي اعلى حاجه كده مهمه. يا حبيبتي حضرتك. انا هشوح. زوجة كابتن احمد سليمان مظبوط؟ ايوه. انتوا اتجوزتوا وهو كان لسه لاعب؟
لا طبعا كان اعتزل عشان الاكل ده ما كانش ينفع. لا 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 اعتزل بدري بدري وبقى اشتغل في التدريب على طول في الزمالك وكده وطبعا بمناسبه الزمالك طبعا يعني يا ريت اقول للكابتن حسن على الهوا كل سنه وحضرتك طيب عيد سعيد. احنا طبعا كنا عنده امبارح يعني كنا بنبارك له بنحتفل بيه بنحتفل بيه طبعا. وكابتن احمد اعتقد كان ضمن فريق الكابتن حسن شحاته طبعا ساعه البطولات الافريقيه ايوه طبعا حارس مرمى مدرب حراس مرمى. عايز اقول لك ان هناء جايبه لنا التورته الحلوه دي بس عشان دي كيكه الفانيليا بصوص البرقوق. بصوص البرقوق والصوص ده ده صوص البرقوق اللي انا عاملاه في البيت وكمان حشيها من جوه مربى كريز. لا انت عارفه احلى حاجه ايه؟ مربى كريز زي الكيك بتاع زمان لان انت عاملاها في القالب. فاكره القالب ده مامتك بحب القوالب كانت بتعمل لنا التورته او اي حاجه او حاجه سادة حتى الكريم كراميل حاجه سادة. لا في القالب القوالب دي مفيش حاجه الجيلي بالقالب في شكل القالب ده شكل بيعجبني جدا بيديكي نتيجه وشكل احلى. تعالي كده يا موشينا وريني. حاضر يا حبيبتي. ومقلله فيها السكر يعني علشان اللي عامل دايت او حاجه عشان سهير يعني عشان سهير ما تقولش دايت هو فعلا دايت. استني حطي كمان فيها من جوه ده المكان اللي حطي اقطعي كمان واحده اقطع كمان اقطعي كمان واحده خليها عريضه كمان يعني عشان انا كنت موسعه المربى مش عاملاها كتير عشان لا انا مش عايزه مربى مش عايزه مربى انا هدوق حته صغيره كده عشان خاطرك حته صغيره يعني. انا قطعت كل الشباب طبعا الكيكات اللي طالعه دلوقتي بتعمليها بجميع الفواكه برقوق لا بشمش لا بخوخ لا تفاح لا بلح لا اي حاجه توت. بكل حاجه انت بتنوعي. اجيب لك طبق تاني نشيل البتاع ده يا حبيبتي من هنا ونحط عشان انا تعملي لنا الصوص عشان نعمله ده برقوق ولا مربى؟ دي مربى كريز من جوه يعني حاجه شبيهه. لا اللي فوق ده صوص برقوق. ايوه يا سوسو خلاص انت دايما بتعقلي اللي تحت ده الحمد لله ما جاليش مربى كريز. طب الحمد لله انا اللي عاجبني بقى في الكفته دي ان هي ما فكتش. لا ما فكتش شايفه الكور كانها ما جايه من الشركه زي شركه كفته. لا انا جايباها من لا يعني انت عاملاها حلو يعني مظبطه اشيب يا حبيبتي حلو قوي. انت عارفه عامله زي البسيسه يا هناء عامله زي البسيسه حتى فيها ممكن؟ حاجه من حاجه البسيسه؟ لا خالص دي دوره؟ لا لا خالص. طب ايه اللي مخليها كده زي البسيسه؟ لا لا بس حلو قوي والله. سكرها خفيف. ما انا سكرها خفيف انا ساعات دايما بحب اتقل السكر شويه يعني لا عشان احس انها كيكه فيها حلويات. خففي لكن انا خففتها عشان خاطر ربنا يخليك. الله يخليكي كده خلاص. احنا طبعا شوحنا الكفته بنطلع بقى الكفته وبنعمل ايه بدايه الصوص بتاعها. انا احلى حاجه بعملها ان انا بساعدك طبعا عشان تعرفي وما تقوليش لا لا بعد طبعاً. كده ان انا ما بساعدكيش. لا ازاي زملكاويه بس اهلاويه بتساعد. انا برضو زملكاويه زيك. لا انا مش زملكاويه انا اهلاويه برضو. يا خبر ابيض بس احنا دايما متعودين نساعد كل الفرق فتفضلي يا زملكاويه. لا هو بما ان طبعا بطولات افريقيا الثلاثه كان كابتن احمد زمالك وحكايه الحفله في حياتها ما اقدرش اقول حاجه غير كده يعني. فخلاص كل مصر بقى كنت بتعزميهم بقى بعد البطولات هبتدي اشوف الفريق انزل بيه البطولات. نعم بعد ما ياخدوا بطوله افريقيا كنت بتعملي لهم عزومه؟ طبعا انا بصي انا كنت بعمل عزومات للفريق كله والله من ساعه ما كان كابتن احمد مين ماسي. كان بيحب ايه؟ يعني مثلا كابتن حسن شحاته كابتن حسن اكلته ضعيفه جدا على فكره جدا مين يعني يعني اكل لازم بصراحه المدام بتاعته طبعا حبيبتنا كلنا مدام هدى حبيبتي وصاحبتي قوي قوي وربنا يحفظها يا رب. لا غير حسن يعني ماشيه له على نظام معين يعني في الاكل مش اي حاجه. طب النجوم وقتها كان احمد حسن كان بيحب ياكل ايه وكان مين؟ بصي انا كنت بعمل الاكلات بتاعتي كنت بنوع ليه بقى لدرجه انا ما كنتش بخلي صنف ما عملوش كان كل اللي يجي يعجبه. انت بتكلميني قولي لي حطي وانا اقلب. كان كل اللي يجي معجب قوي بالاكل طب خلاص الاكل كله حلو يعني. ايوه لكن ما فيش حد مثلا مثلا ايه ما حدش يقول لك انا ما بحبش الملوخيه اعملي لي باميه. لا لا صراحه ما حدش كان بيقول بس لما ابتديت ان انا ابدع في الاكل بقى مثلا الفته اللبناني دي مش قادره اقول لك انا اي عزومه لازم احنا هنيجي عندك بس تعمل لنا فته لبناني حبوها من لازم انا لازم ناكلها. ودلوقتي الحمد لله بقى اي اكل بياكلوه لا يعني بس انت مش عامله صفحه
لا عامله عندي كده حاجه بسيطه على الفيس يعني، بس مش متجاوبه فيه قوي يعني. انا كسوله جدا اصلا في السوشيال ميديا. بتعلمي يعني ولا بتعملي ايه؟ لا انا كنت بعمل اكلات عندي في البيت، بحب اعمل اكلات كتير، وكنت بنزل في الصفحه عندي وكده، وبعدين لقيت نفسي بكسل مش هنزل. انت عندك بنات؟ عندي ثلاث بنات. شاطرين زي مامتهم؟ انا عندي بنتي الاولانيه اللي اتجوزت ياسمين. طبعا اقول لك دي ما كانتش بتخش المطبخ اساسا، دلوقتي هي اشطر مني بجد. والله بقت شاطره زي مامتها، اكتر مني ما شاء الله عليها يعني. بسم الله ما شاء الله. طب احنا دلوقتي خلاص حطينا البصل والثوم والمشروم شوحناه. حط البصل وقوم حاطه بقى معلقه مستردة اهي. اوكي الله، حلوه الفكره دي. شفتي بقى معلقه مستردة، معلقه حلوه كده. وبعدين ده كله قبل ما انزل اي حاجه. الكفته ايوه طبعا. وبعدين احط شويه صويا صوص. صويا صوص اوكي. وابتدي احط ملح بسيط. لا ما تحطيش عشان ملح بسيط يعني. خلاص كفايه مش مشكله. احط فلفل، اظبط الفلفل. احط اظبطي بقى عشان لازم الفلفل. طب انت هتحطي الدقيق؟ ايوه انا لسه هربط بقى الدقيق فين. اهو فين المضرب؟ اهو مفروض بقى. كان المفروض ان انا اعمل الدقيق الاول، بس خلاص عايزه انا ممكن اعمله بالمضرب كده. يعني ممكن برضو يمشي. يمشي حالها. بس بسرعه بقى قبل ما البتاع يغلي معاكي علشان الدقيق ما يكلكعش. اوكي فاهماني. اوكي حلو موضوع يعني لازم اي حاجه بتبقى سخنه تبقى سخنه مولعه. ثواني اول بس ما تغلي كده عشان تستوي. ما هتستوي ان شاء الله. خلاص يا ده ميزه حلوه قوي. اتفضل. قشطه عشان احنا هنديله بقى غلوه. حبه الشوربه هتاني تقعد بقى. طبعا مش ايدينا ان احنا نخفف الصوص، في ايدينا نتقل الصوص كده يعني. انا بحب الصوص تقيل. ما انا بقول لك في ايدينا كده وفي ايدينا كده صراحه يعني. الموضوع شكله هيبقى حلو. ايه رايك الصوص دلوقتي؟ حلو بالمعلقه ناخدها بس كده نحطها تحت. دي واحده يا استاذه ورئيس من الحل على طول. عايزه ايه؟ عايزه ملح، عايزه حاجه، ولا عايزه فلفل؟ خالص. مظبوطه المستردة تجنن بجد. الصويا صوص ماشي مع الطعم بتاع المستردة. وانت عارفه كمان لكن في حاجه كمان احنا نسينا نحطها إيه؟ شويه الزعتر دول هيديها برده طعم وريحه حلوه قوي. عارفه كمان انا عاجبني ايه؟ ان انت كمان عامله الرز في القالب. عشان يطلع جدا القوالب. وانا كمان تدي شكل انا كمان فني كده جميل. بس هو اهم حاجه طبعا في تقديم الاكل الشكل. العين بتاكل قبل اي حاجه. بس انا ممكن احطه في اي قالب بس مش هيظهر برده. احنا نستنى بقى قد ايه عشان نغلي؟ بس تغلي بس شويه كده، خمس يا دوبك دقيقتين ثلاثه وخلاص على كده. ولو انا عايزه اعملها داوود باشا هحط بقى شويه هصفي شويه طماطم واحطهم. لو انت عايزه توصل بقى مفيش بقى مستردة، مفيش الحاجات دي. اما نشيل المستردة تبقى حاجه على صلصه بقى كانت عامله كفته بالظبط. بس انت عارفه بقى في الكفته داوود باشا دي كانت عملتها فخيمه برضه. بصل طبعا تضيفي لها بصل قوارمه وبطاطس قوارمه وتعمليها، ممكن تعمليها صينيه. بصي بكل الانواع انت عايزه. كفته ممكن اعمل لك فيها 50 صنف بصنف واحد، بس احنا كل يوم لازم ننوع. ما ينفعش كل يوم هبقى لما داوود باشا يا اما كفته مشويه. لا بس انا بقى في كفته بانيه في مش انا فكره البتاع دي انا هعملها. ظريفه ولذيذه وطعمها تحفه. اكتر اي حاجه انت بتحسي نفسك متميزه ومختلفه وطعمها مختلف منك عن اي حد؟ الحمام. الحمام ايه التريك عندك؟ يعني بصي هو ما يحتاجش بهارات كتير. ملح وفلفل بس. يعني وشويه بهارات بسيطه مش عارف ايه، بس انا بحب اعمله قوي كده بمزاج يعني. لان كمان بعد ما بتسلق بعد ما بتسلق بقى طبعا بحمره بالسمنه وبيبقى ليه كفر كده بعمله بدهنه الاول بيه، وبعد كده اعمل له الفحمه كانه طالع من الشوايه حاجه كده يعني. طب ايه التركه اللي ليكي في الفته اللبناني؟ عشان انا بعملها برضو بكذا تركه كده. ايه اللي فيها؟ غير لك بقى وانت بتتكلمي مع سهير. يلا حطيها على جنب بقى كده يا رشيده. ما يعني على جنب. انا بس خايفه ابوظ لك الدنيا. لا كده كده كله على الجنب كده. ايه رايك في منظر؟ شكلها تحفه يعني. شاهي شاهي شاهي. الله يخليك. تسلم ايديكي وعينيكي بجد كلك ذوق. ربنا يخليكي. كده صح انا ماشيه صح. التركه بتاعت الفته اللبناني ان انا بحب اشوح الفراخ. انا قبل كده قالوا لي انا بنحب نسلق الفراخ. انت بتشوحيها؟ انا بحب اشوحها لان تشويحه الفراخ مع التومه مع الخل بتديها زي ما عملنا في الكفته بتديكي تيست رهيب. اوكي. فانا كل اللي بيدوق مش بيدوق حاجه مسلوقه. لا بيدوق حاجه. طب جربتي تعملي بدل العيش
اسمه ايه الملفيه؟ البلدي قصدي؟ الملفيه. الملفيه؟ اه بدل العيش. لا ما جربتيش. لا ايه العيش الشكل اللي هو الخفيف اللي ده. رز مع كفته مع ال ثانيه واحده شكلها حلو. انت بقى ظبطي بقى بالشكل. انا حاضر. انا مش هحط بقدونس هنا على فكره، مش عايزاها تقلب على حاجه ثانيه. مش عايز تقلب على ايه؟ لا الصوص ده مش عايز بقدونس والكلام ده. بس كده حلو كمان لما استوى. انا وشفا كويس ان احنا كويس ان احنا ما حطيناش ملح. ما انا بقول لك ملح بسيط عشان المسترد والصويا صوص. هم عشان الصويا صوص حلوين. هم مليانين. هي لوحدهم مليانه. يعني انا طيبه كل سنه وانت طيبه. ميرسي جدا يا هنايا، ربنا يخليكي ليك ونورتينا وشرفتينا.